قال والفاء قد تحذف مع معاطفة العطف. أركان العطف ثلاثة: معطوف عليه، وعاطف، ومعطوف. بدأ بالأول قال والفاء قد تحذف مع معاطفة، تحذف الواو مع معاطفة ويبقى المعطوف. قال فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. التقدير والله أعلم، فضرب فانفلق. والواو كذلك الواو تحذف مع معاطفة. سمع من كلام العرب راكب الناقة طليحان، أيوة الناقة، لو كان راكب الناقة لا يقول راكب الناقة ضعيفان، يقول راكب الناقة ضعيف، لكن ضعيفان طليحان خبر عن اثنين وهما راكب الناقة والناقة، فحذف الواو مع ما عطفته. وفي القرآن الكريم سرابيل، سرابيل تقيكم الحر، أيوة البرد، واضح؟ أنا أقول والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس، وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. تحذف الواو ويبقى تحذف، يحذف العامل. المعطوف بالواو قد يكون عاملا يسقط ويبقى معموله، نحو كل امرئ تحسبين امرأ ونار، التقدير وكل نار. حذف العامل المعطوف بالواو وبقي عمله نار المجرورة بكل وحذفت. قال اسكن انت وزوجك الجنة، التقدير وليسكن. حذف العامل المعطوف بالواو وبقي معموله وهو زوجك. وقال والذين تبوأوا الدار والإيمان، الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان أي واختاروا الإيمان. الإيمان لا يتبوأ، يتبوأ المكان، بل يتبوأ مقعده من النار. من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا بل يتبوأ مقعده من النار. دفع لوهم من التوقيع. هو في الأول، في الأول وهو قوله وكل من ينتحسب ونار، خوف، خوف العطف على معمولي عاملين مختلفين ممنوع عند سيبويه. تقدم عاملان وهما كل تريد الجرة، تحسبين تريد النصب، هذان عاملان مختلفان أحدهما يقتضي الجر والثاني يقتضي النصب. فعندما تقدر وكل تخلص من هذا كله، نار جررتها بكل ولم تعطف على معمول عاملين مختلفين. شوية تقول كل امرئ تحسبين امرأة، كل تريد الجرة، تحسبين تريد النصب، تحسبين امرأة، ونار اللي هو حرف عطف، نار معطوف على أيهما، على 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 كل، على 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 امرئ بارك الله فيك، أو معطوف على على امرأة المنصوب تحسبين. الخبير هذان معمولان لعاملين مختلفين، أحدهما يريد الجر والثاني ذو النصر، فلا يجوز هذا. حرف العطف، حرف العطف لا ينوب عن شيء ضعيف، ينوب عن شيء واحد. تقول جاء زيد وعمر، عمر نابت عن شيء واحد وهو جاء، لكن لا ينوب حرف العطف عن شيء، لا تنوب الواو عن شيء، عن كل تحسبينه. واضح؟ فإذا قدرنا أن الأصل وكل نار تخلصنا من هذه كلها. واضح؟ فهمت هذه؟ والثاني والثالث قول الله عز وجل والذي يتبوأ الدار والإيمان، الإيمان لا يتبوأ. ثم اختيار الأنصار للإيمان، تبوأ الأنصار للإيمان معروف منذ القدم، تبوأ الدار معروف أنهم دار الإيمان، فقال والإيمان أي واختاروا الإيمان. الشاهد أن الواو عطفت عاملا وزيلة وبقي معموله. واضح؟ دفع اليوم أنت اقرأ. حذف متبع بداه ونستبح، حذفنا التابع. قال ليس هذا فقط، بل يحذف المتبوع المعطوف بالواو أو بالفاء. أقول لك مرحبا فتقول لي وبك وأهلا، حذفت مرحبا وبك أي ومرحبا بك وأهلا، حذفت المعطوف عليه وبقيت المعطوف. قال الله سبحانه وتعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحة، التقدير أنهملكم
أنهملكم فنضربوا حذف المتبوع وبقي التابع. إذا مر بنا حذف التابع والمتبوع، بقي العاطف، يحذف العاطف قليلا. سمع من كلام العرب أكلت خبزا لحما تمرا، أيوة لحما وتمرا، ومنعه بعض النحاة منعا نهائيا، قال لا يجوز مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من صاعه، من مده، من ديناره، من درهمه، من صاع بره. سمع هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على جواز حذف العاطف. إذن أركان العطف ثلاثة: ورد حذف المعطوف عليه، والمعطوف والعاطف. أنا أقول وحذف المتبوع بدا هنا أي مع الواو والفاء، لأن البحث فيهما، وعطفك الفعل على الفعل يصح. بشرط اتحاد زمانهما حتى لو اختلف نوعهما بشرط اتحاد زمانهما. مثال ذلك: لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وناسية كثيرة. لنحيي به بلدة ونسقيه. قال: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم. كل أفعال نوعها واحد وزمنها واحد، لكن نحو نعم مضارع وماضي. لنحيي به بلدة ونسقيه مضارعان، وإن تؤمنوا وتتقوا مضارعان، يؤتكم أجوركم ولا يسألكم مضارعان. لكن نحو: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أعوذ بالله، أحدهما مضارع. عليكم السلام. علي محمد شعيب قاري أحمد الله سبحانه دو بچوں کو پڑھاتے ہیں کہتے ہیں یہاں پڑھاتے ہیں معلوم عربي. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، الثاني ماضي والأول مضارع، لكن الزمن واحد لأنه كله في المستقبل. فرعون تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، كلها مستقبل، النوع مختلف ولكن الزمن واحد. أنا قوله الزمن واحد، يقدم مضارع في اللفظ، أورد ماضي في اللفظ، لكن المدلول مستقبل كله. أنا قوله وحذف المتبوعين بداه نسبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. قال رحمه الله: وعطف على اسم شبه فعل وهو اسم الفاعل واسم مفعول، اعطف عليه الفعل وعكس العطف كذلك يجوز. قال: فالمغيرات صبحا فأثرنا، صافات ويقبضنا. قال: إن الله فالق الحب والنوي، يخرج الحي من الميت ومخرج، يخرج ومخرج. يا رب بيضاء من العواهج مرحمه، يا رب بيضاء من العواهج، ومن صبي قد حبا ودارجي. حبا فعل ودارس فاعل. وتقول: الطائر فيغضب زيد الذباب. الطائر اسم فاعل مؤول شبه فعل، لأن ما له إلى الذي يطير. وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكس الاسم تجوز.